وهذا ما يخططون له في أجندة ظاهرها الرحمة وفي باطنها مخطط ما تضمره النخبة تجاه العالم من نقل الثروة وإفقار البشر وتحويلهم إلى عبيد لهذه النخبة وإعادة ضبط العالم والسيطرة على البشرية. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي. عملية إعادة الضبط العظيمة مصطلح أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي على عملية التغيير التي بشر بها ونظم لها مؤتمر افتراضي تحدث به كبار المتنفذين في العالم، منهم الأمين العام للأمم المتحدة ومدير صندوق النقد الدولي والأمير تشارلز أنذاك وغيرهم. وبهذا الخصوص أصدر المنتدى العالمي، وهو اتحاد أكبر 1000 شركة في العالم فيلماً ترويجياً للعملية التي أسماها عملية الضبط العظيمة، والتي يتم تنفيذها على قدم وساق في كافة أرجاء العالم ومنها الدول العربية والإسلامية. هذا الفيلم ينشر توقعات وتنبؤات المنتدى العالمي حسب رؤياه وخططه للتغيير العالمي. أولها أنك لا تمتلك شيء. نعم، لا تمتلك شيء، وهذا نص مخططهم الأول، وهو ما عملوا ويعملون عليه من خلال الإغلاقات المتكررة ورفع أسعار الطاقة، الأمر الذي أدى لإفلاس كثير من المشاريع التجارية حول العالم وبالتالي الاستيلاء على حصصهم بالسوق. وتتلخص التنبؤات حول مستقبل البشر في العام 2030 أنك لا تمتلك شيء وستكون سعيداً، بمعنى نزع الملكية الفردية وكل ما تحتاجه تستأجره ولا تملكه. في هذا البرنامج نتطرق لفضح أهم ملامح العالم الذي يخطط له النظام العالمي الجديد في العام 2030، وأهم التوقعات بحسب رؤية المنتدى العالمي من أجل توعية الأمة العربية لتتنبه لخطط تلك النخب وعالم الإقطاع والعبودية الذي يدفعون البشرية إليه. ومن أهم ملامح هذا العالم الذي يسعى إليه المنتدى إزالة الملكية الفردية، الاستئجار بدل التمليك، الإلغاء التام للخصوصية، المراقبة التامة للأفراد طوال 24 ساعة باليوم، تكديس المواطنين بالمدن وإخلاء الريف، المدن الذكية بمعنى السجون الذكية، تقنين استخدام الأرض من خلال فرض حظر للبشر على مناطق معينة، إلغاء النقد والتحول للعملة الرقمية، تفكيك الأسرة وإضعاف سيطرتها على الأطفال، إلغاء التمايز الفردي والولاء للتقاليد الأسرية والقبلية والوطنية والعقائد الدينية، إغلاق الزراعة التقليدية، استبدال المنتجات الطبيعية ببدائل صناعية مثل اللحوم، نقل التسوق والرعاية الصحية والتعليم عبر الإنترنت، استبدال العديد من الوظائف بالريبوت واستخدام الرقائق المزروعة للتحكم بالبشر عن بعد، وأخيراً الاعتماد الكامل على السادة بتوفير مقومات الحياة، بمعنى الإقطاع والعبودية هما سمة النظام العالمي الجديد. هذه الخطط تعني عودة الإقطاع القديم بصورة أشد قسوة، حيث يصبح البشر عبيد عند سادة يملكون كل الموارد والمال، وكل البشر يعملون لديهم في مدن سمتها ذكية لكنها بالواقع سجون ذكية تتم فيها مراقبة تحركات البشر، ويتم تدوين تحركاتهم وتصنيفهم حسب سلوكهم بالذكاء الاصطناعي لمجازاتهم ومعاقبتهم حسب سلوكهم وحسب وجهات نظر حكوماتهم. وهذا النموذج من النظام مطبق بشكل شبه كامل في جمهورية الصين، وهذا النموذج أقامته النخبة ليكون مثالاً يحتذى به لنشره في أنحاء العالم تدريجياً، حيث سيخضع للنظام العالمي الجديد. هذا النموذج سنتحدث عنه بشكل مفصل في حلقة قادمة. في النهاية يهدف المخطط لإخراج البشرية
عبيد لقلة من البشر تمتلك كل شيء، ويكون أغلب البشر لا يملكون شيء، كما يتنبأ المنتدى الاقتصاد العالمي، أو هذا ما يخططون له في أجندة ظاهرها الرحمة وفي باطنها مخطط ما تضمره النخبة تجاه العالم من نقل الثروة وإفقار البشر وتحويلهم إلى عبيد لهذه النخبة وإعادة ضبط العالم والسيطرة على البشرية. كنت معكم محمد أبو أعمر من منصة بالعربي.